السلام الله عليكم متتبعين شوات ام عربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الدجاجه معمره بالشعريه الصينيه، كتجي لذيذه، واحد الخلطه اولا واحد التقيده زوينه بزاف اللي غادي نحتاجوا فيها. انا باقي كنزل في المكونات. غادي نحتاجوا فيها دجاجه، هنا درت دجاجه من وزن 2 كيلو، هي هذه مغسوله طبعا ومنقيه ومقاده امورها. فغادي نحتاجوا هنا في هذا في الاله الحادقه، حطيت الكزبر معدنوس، فصوص ديال الثوم، الحامض المصير. فغادي نضيف ليها معلقه صغيره ديال الخردل، اي الموطارد. بزاف 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 كيسولوني ما هو الخردل، ما هو الموطارد. الموطارد هو حبوب الخردل مطحونه. غادي نضيف ليها شويه ديال كمون، شويه ديال سكينجبير، كلشي غنديرو في الخلاط وغادي نخلط كلشي في مره. شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، شويه ديال الكركم، هنا الموطارد سالينا منها. غندير شويه ديال الملحه فقط لان الخردل مالح والحامض مالح مصير. وطبعا غادي نضيف العطريه ديال الدجاج او توابل الدجاج، درت تقريبا معلقه كبيره، وغادي نضيف عليهم نص كاس ديال الزيت مع معلقه صغيره ديال الهريسه او على حسب الذوق، اللي ما كياكلش الحر ما يديرهاش. غادي نحتاج معاهم هنا الزيتون اخضر هكا، واحد شنو نقول لكم، واحد 100 غرام ديال الزيتون. وغادي نحتاجو اللي ما نزلتوش هو فلفله حلوه حمراء، هنا درت جوج صافي. هذه هي الشرموله اللي غندهنوا بها الدجاج ديالنا، وغادي نسمو بها الشعريه الصينيه. انا الشعريه الصينيه دايراها مرطبه في الماء، نسالي وغادي نجبدها. دابا غادي نطحن هذا الشيء مزيان في هذه الاله حتى يتخلط لنا كل شيء مزيان. وغادي نتلاقاو. فهنا كيف كتشوفوا من بعد ما تخلطات ليا هانتم كتخلط مزيان مزيان، فغادي ناخد شويه وغادي نصبو الشعريه الصينيه اللي غادي نعمر بها. ما غنحتاج ندير معاها لا زيتون لا والو لان كل شيء راه كاين في هذا الشرمول صافي. وغادي ناخد انا دابا وغادي نفرك هاد، انا غادي نخدم بيديا، المهم ما علينا. غادي ندهنها مزيان من الداخل ومن كل شيء. فكيف كتشوفوا كندهنها كامله وندير لها في الداخل ديالها هنا ما بين الجلده واللحم، خصها مزيان تعمر لينا باش تجي كلها من السماء. كتجي لذيذة بزاف. غادي نحطها هادي على جنب لانني مازال غادي نبغيها وندير بها الشعريه الصينيه اللي غنديرها هي كفراش لهاد عوض الخضر. غادي ندير غير الشعريه الصينيه اليوم. هاي كنعمرها مزيان مزيان مزيان.
هنا غناخد هذه الشعريه الصينيه وغادي نخلطها بهذا العطريه، هذه التخليطه اللي درنا الخلطه، غادي نزيدها شويه وين بغيتو تزيدو الثوم. هنا طريفات ديال الكالامار، ممكن تزيدو القنينصات، ممكن تزيدو الكبده اللي بغيتو، فانا ما غنزيد والو، غادي نخليها غير هكا. راه هي فيها هذيك الفلفله والزيتون يعني من السما مزيان. صافي غادي نعمر بها الدجاجه ديالنا كيف كتشوفوا. وغادي نعمر لها حتى هاد الخويات، فهمتوا؟ على هاد الشكل صافي. وغادي نسدها، ممكن تسدوها بلي كوردون ولا تخيطوها يعني اللي بغيتو. صافي دابا غادي انا ما غادي لا نفورها لا والو، فمباشره غندخلها للفران. مي غنوريكم الطريقه كيفاش غندخلها انا للفران. فهنا كيف غتشوفوا معايا، خديت طاوه ديال الفران ديال الزاج، هذه فرشت فيها طافي الومنيوم هو الاولاني، وغادي ندير ورق طبخ باش دائما صافي الومنيوم ما يقش ليا الدجاجه. غادي ناخذ الدجاجه ديالنا ها هي بحال هكا. غير حاجه وحده اللي نسيت ما درتهاش، هي انني مازال ما فلحتهاش الصدر ديالها. خاصني كيف مستانسي معايا في اي نوع ديال الدجاج، هنايا وهنا، ونتكوها كامله بحال هكايا. نعاود نولي نضيف ليها الشرموله، ندخلها هنايا لانني ما درتهاش هكا. كتعمر بالشرموله ديالنا اولا بالعطريه. مزيان مزيان. فهاد العمليه ممكن نديروها إذا كنا باغينها، ممكن نبيتوها او على الاقل واحد ثلاثه ديال السوايع، ثلاثه ديال السوايع وهي بحال هكايا عاد ندخلوها للفران. فانا كيف كتشوفوا غادي ندير فوق منها واحد الطريفات ديال الزبده، كيف كتشوفوا غندير طريفات ديال الزبده على هذا الشكل. صافي غادي نحاول نكملها في على هذا الشكل. كيف قلت لكم نكملها مزيان بحال هكا، عاد نولي نغلفها بالبابي المنيوم باش غير باش تطيب لينا دغيا ما تشدش الطياب بحال هكايا. صافي غادي ندخلها للفران لدرجة الحرارة 180، العافية تكون عليها غير من التحت حتى تطيب لينا، ومن نحسو بها راها طابت غادي نحيدو هاد البابي ألمنيوم والبابي سلفاريزي ونعريو عليها تحمر، وغادي نتلاقاو ب المهم هاد العملية غنديرها قدامكم أنني مني غادي نعري عليها باش تحمر من الفوق غير تكمل الطياب وغنتلاقاو هنا. من بعد ما دازت ساعة ونص بالضبط على الدجاجة خليت عليها فطابت، اشنو بقى لي دابا
قال لي غير انا غادي نجمع هذا الجناب غير هكا بحال هكا صافي. وغادي ندهن لها دابا شويه وجهها شويه الهريسه والموطات، وغادي نخليها تحمر من الجوانب كامله، تحمر لي من هاد الجهه نقلبها حتى تحمر كامله، ونقدموها بهذيك الشعريه الفيرميسيل اللي غادي نوجدوها دابا مع بعضياتنا. فهنا كيف كتشوفوا خديت شويه الهريسه وشويه ديال المونطارد وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. وغادي ندهن بها الدجاجه ديالنا كامله. انا ما بغيتش ندير الزبده لانني فاش بغيت نطيبها كيف شفتوا درنا الزبده، فغادي نقلبها على الظهر ديالها حتى هو وندهنه، وغادي ندخلها غير تحمر ليا، وغادي ندوزو نوجدو دابا سميتها الفيرميسيل مع بعضياتنا. شفتوا خليت لها من هذيك التخليطه اللي درنا ديال العطريه. فدابا غادي ندخل الدجاجه ديالي تحمر. هنا هنايا الفيرميسيل ديالي درت هنا ثلاثة ديال المربعات ديال الفيرميسيل، وخليت ليها الحشوة عفوا هذيك التخليطة اللي بحال الماريناد اللي درنا بها هذيك التخليطة، ولا اللي درنا بها العطرية اللي درنا بها الدجاجة. فدابا غادي خليت منها الفيرميسيل، غنديرها فوق البوطه وغادي نبقى تتشحر ليا هذا الفيرميسيل مزيان، وهي اللي غنديروها كفراش يعني نحطوها نرافقوها مع الدجاجه ديالنا. نتمنى الفكره ديال اليوم ولا الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وهذا الدجاج راه كيجي زوين، راه كيدار حتى في المناسبات وكفكره لغداء يوم العيد، علاش لا نرافقو غير بالسلطات. وها هي وجبه غزاله. فدابا غادي نخليها تشحر مزيان وغادي تحمر الدجاجه ونطلقوا في الطبق النهائي بحول الله. هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما تحمر في الفران، كنقدموه مرافق مع هذيك الشعريه الصينيه اللي حتى هي بنفس الاعشاب. فدابا غادي نقطعوا لكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وبغيتكم تجربوه، لانه كيجي لذيذ بهذه التتبيله. كيف ممكن ما ديروش معاه الشعريه الصينيه هي اللي مرافقه، ممكن ديروا خضر مبخره وتقدموها معاه. انا بغيتها بالشعريه الصينيه لانها كتجي لذيذه بهذه التتبيله. الى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا بقناتي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.